بشرى، اهلا وسهلا فيك بارتي سيتا. اهلا، وانا سعيده ان احنا بنتقابل مع بعض في الفاشن فاكتور، ودايما كده تجمعنا الاحداث السعيده واللي فيها دايما اضافه وفيها حاجات مفيده لصناعه الازياء عموما في الوطن العربي وفي العالم كله. طبعا احنا بنعرف انه بشرى يوم بتكون عم تغني، يوم بتكون عم تمثل، فيعني متعدده الادوار. وكمان بموضوع الازياء مره عم نشوفها بلجنه التحكيم، مره عم نشوفها كمان عم تغني، واليوم كمان هيك حضور مختلف. خلينا نحكي شوي عن هذا التنوع. زي التنوع في الاضاءه اللي احنا قاعدين فيها كده، هو ده جزء من الفن، يبقى فيه تغيير دايما، ما بيبقاش فيه ثبات، او الثبات الوحيد هو التغير. بس اقدر اقول لك انه يمكن انا امراه القبعات، انعرف عني انه انا بعمل اكتر من نشاط مختلف، لكن كله داخل عالم الفن، كله يعني جوه الصناعات المكمله لبعضها. فصناعه الازياء صناعه مهمه جدا حتى لمهنتي الاصليه اللي هي التمثيل او حتى الغناء او الوجود على المسرح. ف يعني لازم نهتم بيها، خصوصا انه الفاشن فاكتور فيه ميزه كبيره جدا، انه اولا بيتطور كل سنه، بيكبر، بيحصل فيه حاله نضج، بيبقى فيه اسماء كبيره مهمه متواجده من الحضور، وبيشجع الشباب من مصممي الازياء، وفي نفس الوقت بيجمع ما بين كبار الاسماء في عالم الازياء في العالم كله وما بين الشباب من خلال المسابقات اللي بيعملها. طيب اي اكثر دور حسيتي انه حبيتي اكثر؟ يعني انه انا وقت اللي كنت بلجنه التحكيم، انا وقت اللي كنت كحضور، يعني اي اللي حسيتي انه هو قريب منك اكثر؟ بصي، صعب، كلهم اولادي زي ما بيقولوا، صعب جدا. ولكن اقدر اقول لك اكيد as a performer، يعني اهم حاجه عندي انه الاداء، فن الاداء. فاكيد كمطربه او كمغنيه او كمؤديه بالنسبه لي بيكون اسعد ليا. الحاجات التانية بحسها سهلة، أستطيع أن أنا أعملها من خلال خبرتي في هذا المجال أو مجالات متعددة داخل هذا المجال. بس أكثر حاجة طبعا بحبها أني أكون فنانة. نحن اشتقنا لك، يعني احنا دائما بنحب نشوف جديدك، بنحب نشوف افلام لك جديده ومسلسلات. من ناحيه الدراما شو جديد بشرى؟ بصي، بعد فيلم اولاد حريم كريم، ده اخر حاجه قدمتها في الصيف الماضي، عندي فيلم جديد بقراه لسه، بس مش هنصور، وبصور حاليا مسلسل طبيبه شرعيه اللي هيعرض قريبا ان شاء الله. وعشان كده انا استاذنت يومين فقط علشان استطيع ان انا اجي الفاشن فاكتور وارجع اكمل التصوير.